السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة شيوات مختارة. وصفتنا اليوم تشيز كيك، غنحضروه بشوكولا الدهن. كيجي رائع في المذاق بواحد القوام خطير. التحضير ديالو سهل بدون فرن، اقتصادي، غادي يعجبكم إلى حضرتوه. ودابا أجيو معايا نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. فرجة ممتعة. الطبقة الأولى ديال البسكوي، عندي هنا 300 غرام ديال البسكوي، عندي 90 غرام ديال الزبدة، وعندي هنا واحد جوج معلقات ديال الحليب. غنشوف إلا ما تجمعش ليا بالزبدة غنزيد واحد المعلقة ولا جوج ديال الحليب. غناخد هاد الزبدة ندوبها. دوبت هنا الزبدة، غناخد هنا الهاشوار طحن هاد البسكوي. طحنت البسكوي بهذا الشكل، خديت هذا البول غندير فيه بسكوي، طحن بهذا الشكل، غنزيد الزبده ونخلط. خلطت بسكوي بهذا الشكل، خصو شويه مازال، غنزيد شويه الحليب. عندي هنا جوج معالق ديال الحليب، البسكوي ديالنا هو تخلط مزيان كيف كتشوفوا، كنجمعو بيدينا كيتجمع. انا بغيته بهذا الشكل، غنخليه على جنب ونمشي نجيب المول. خديت هذا المول دايره فيه هنا داك الكرتونه ديال اللي غنحط فيها الحلوه. غناخد هذا الخليط ديال البسكوي غنفرغه هنا. غنحاول نسرح، غناخد شي كاس غنضغط به مزيان باش نقاد السطح. قديت هاد الطبقة ديال البسكوي بهاد الشكل، غناخدها وغندخلها للتلاجة باش تماسك مزيان. لاموس ديال الشوكولا أتارتيني، عندي هنا 550 مليلتر أو غرام ديال الكريمة السائلة، عندي 350 غرام ديال الجبن الطري، عندي 250 غرام ديال الشوكولا أتارتيني، عندي هنا 170 غرام
او مليلتر ديال الحليب، عندي نص معلقه صغيره ديال فاني، عندي هنا جوج معالق كبار ديال السكر غلاسي، وعندي ربعة الوراق ونص ديال الجيلاتين. عندي هنا الماء بارد غندير فيه هاد الوراق ديال الجيلاتين، هاد المقادير كلها غنخليها لكم في الفيديو. غناخد هاد الكريمة، انا كديرها في الكونجيلاتور كيف كتشوفوا، هي قربت تلج، غنرجعها للثلاجة باش تبقى باردة. غناخد هاد الجبن حتى هو نرجعو للثلاجة، خص هاد العناصر كلها تكون باردة. نخلي الجيلاتين على جنب باش يرطب، وغادي ناخد هنا كاسرونة غندير فيها الحليب، غندير فيها الشوكولا، وغنديها فوق النار باش تطلع فيها الغلية ويذوب هاد الشوكولات. الشوكولات والحليب هما هادو، انا درتهم فوق البوطة، حركت غير واحد شوية دغيا كيذوب، لانه هذاك الشوكولا تارتيني داب في الحليب كيعطينا هاد لا تيكستور. ها نتوما كتشوفوا ما بقى حتى حاجه، كله داب. غناخذ دابا هاد الوراق ديال الجيلاتين غنعصرهم مزيان، غنديرهم مع الشوكولات وغادي نحرك واحد شويه حتى يذوب. ورق الجيلاتين هما دابو مع الخليط ديال الحليب والشوكولا تارتيني، نخليهم على جنب يدفى واحد شويه عاد نكمل التحضيرات. كنقيس هنايا الشوكولا، لقيتو دفى تقريبا برد، نمشي نجيب الكريمه نطلعها. خديت هنا الخلاط، خرجت الكريمه كيف كتشوفها هي بارده، خرجتها من الثلاجه. هاد العناصر كلها عندي بارده، الكريمه والفرماج، عندي هنا الفرماج ها هو حتى هو كان في الثلاجه. غنزيد عليهم السكر كلاص، وفاني، غادي نطربهم مزيان حتى تطلع وتذوب القوام ديالها. الكريمه ديالنا هي هذه كيف كتشوفوا، هي طلعات. غناخذ هاد الشوكولا نزيد عليه واحد شويه ديال هاد الكريمه، واحد الثلث ديالها تقريبا، نخلطو مزيان. انا استمريت حركتها مزيان حتى دابت هاد، تخلطوا مزيان وتجانسوا. دابا غناخذ هنا غادي نزيد هاد الشوكولا على الكريمه السائله والفرماج اللي خلطنا، غادي نستمر في التحراك، غنخلطو من الفوق لتحت
حتى يتجانسوا كاملين. انا هنا كملت بالفوي لان جاتني ثقيل. الخليط ديالنا هو هذا، كيجي بهذا الشكل كيف كتشوفوا كريمي. نخليه على جنب، غنمشي نجيب المول. المول ديالنا هو هذا، خرجته من الكونجيلاتور. هاد الطبقه كيف كتشتو هي كتشد فراسها. غادي نفرغ فيه هاد لاموس. هاد الموس كتجي خطيرة. نحاول نقاد السطح ديالو وغنمشي ندخلو الكونجيلاتور. بالنسبة للكلاصاج ديال الشوكولا، عندي هنا 150 مليلتر ديال الكريمة السائلة، عندي 150 غرام ديال الشوكولا. انا خديت الكحل وخديت الشوكولا اولي. عندي هنا جوج اوراق ديال الجيلاتين. عندي هنا المبارد، غندير هاد الوراق الجيلاتين هما الاولين في المبارد باش يرطابوا. وغادي ناخذ هاد الكريمه غنديرها في الكاسرونه وغنديرها تطلع فيها الغليه. الكريمه هي هذه طلعت فيها الغليه، غنخوي فيها هذا الشوكولا. الشوكولا يكون نوع ممتاز باش كيعطي هذه اللذه. غنخليه واحد شويه حتى تطلع فيه الغليه ديال كريمة، عاد نحركو. حركت مزيان هاد الشوكولا. غناخد دابا الوراق ديال الجيلاتين، غنعصرهم من الماء مزيان. غنزيدهم على الشوكولا وغنحرك باش يذوب. الشوكولا والجيلاتين ها هما دابو مع الكريمه. غندوز واحد شويه دمي هاد الخلاط الكهربائي باش الا كانت شي حاجه مازال. الكلاصاج ديالنا هو هذا، غنخليه حتى يبرد عاد نكمل باقي التحضيرات. الكلاصاج ديالنا ها هو بدا كيدفى واحد شويه، غادي نحاول نصفيه. نحاول نصفي هاد الكلاصاج. Thank you.
كلاصاج ديال الشوكولا هو هذا، صفيته بهذا الشكل، كنحيد منه لي بيلدير والشوائب الا كانوا. دابا ها هو برد، غنمشي نجيب الكاطو ديالنا. الكاطو ديالنا ديال الشوكولا خرجته من الكونجيلاتور كيجي بهذا الشكل. غنفرغ فوق منه هذا الكلاصاج، نوزعو بهذه الطريقة. غناخد هاد الكاطو وغندخلو الكونجيلاتور حتى يتماسك هاد الكلاصاج ونخرج ونكمل التزيين. خرجت الكاطو ديال الشوكولا من الكونجيلاتور، نحاول دابا نحل هاد الإطار. الكاطو ديالنا هو هذا، كيجي بهذا الشكل. غنخلي واحد شويه تحيد منه هاد الاثار ديال الثلج وغادي نكمل ليه التزيين. غنحاول نزين هاد الكاطو زين بسيط. عندي هنا هاد الحبيبات صغيره ديال الشوكولا، التزيين كيبقى اختياري. انا عندي هاد لي بونبون هاد الدوغي، بغيت ندخل شويه ديال الدوغي هنا كيعطي اللون. هذا هو التزيين اللي درت للكاطو ديال الشوكولا، نقدمو بالصحة والراحة. هذا هو الشكل النهائي ديال التشيز كيك اللي صورت معكم اليوم. قديتو غير بالشوكولا اتاختيني. هاد التشيز كيك كيجي رائع ولذيذ بزاف. كنتمنى الوصفة ديال اليوم تعجبكم وتجربوها. وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديرو جيم وتبارطاجيوه مع الأصدقاء ديالكم باش تعملو فائدة. لكنتو اول مره كتزوروا القناه، فرجاء ما تبخلوش عليا بالاشتراك وتفعيل الجرس باش توصلوا جديد كل الوصفات. الى اللقاء مع وصفه جديده ان شاء الله. كيف ديما سهله في التحضير، مكونات بسيطه موجوده في كل بيت. دمتم في رعايه الله وحفظه.